ختام صباحنا الخاص لليوم مع أمهات سوريات. نحن بمواقعنا ورغم التحديات والظروف إلى أنهم استمروا بعملهم على أكمل وجه. كثير بنسمع مقولة الأم مو بس هي اللي ولدت، الأم هي اللي بتربي. طبعا ضيفتنا حققت هالمقولة، فكانت أم تتابع أدق تفاصيل الحياة لأبنائها وتراقب أطفالها بكثير من اللحظات، تدخل لبيوتهم وتعطيهم الدفى والحنان. طبعا هاي البيوت موجودة بكرة الأطفال SOS. رح نتعرف اليوم على تجربة السيدة عتاب محمد، أمومة من نوع آخر، أمومة بتفيض بالمحبة والعطاء أكثر يمكن من المتوقع. رح نتعرف على تجربتها ونقلها أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. صباحك اهلا وسهلا. يسعد صباحك ست عتاب، وكل عام وانت بالف خير. نحن دائما كنا نسمع بيقول الام مو اللي بتخلف، الام اللي بتربي، ويمكن انت اكثر مثال على ذلك. خلينا نحكي عن هي الخصوصيه، قديش اليوم فعلا الامومه بتكون عطاء وعاطفه ومسؤوليه مع اطفال مو ابنائك بقرى الاس او اس. اول شيء بشكركم، صباح الخير وكل عام وانتم بخير كل الامهات. أكيد تجربة كتير حلوة عشتها بهالمكان. أول شيء هي شعور إنساني قبل ما تكون أمومة، يعني شعور الإنساني الحقيقي بتقدمي. بعدين شعور الأمومة هو بيجي بالفطرة بالخلقة مع أي بنت. من أنت طفلة بتعيشي هاي الحالة، يعني بتجيبي لعبة، بتهتمي، بتحتضنيها، بتحني عليها، بتعامليها كالأم إلها. يعني بعدين بيصير مكتسب من أمهاتنا جميعا، بناخذ هاي الاهتمامات، العطاء، الحب، قد ما فيك تقدميه بتعطي للطفل هذا الشيء، كل ما يحتاج له، من مو بس انك تهتمي فيه بأكل أو شرب، هو بحاجتك لك تكوني معه، عوضي عن شيء او عوضي عن اي شيء اللي هو فاقد له او شيء. هذا الشيء اثر فيني انه يكون بهالمكان لاكون بمساعده هذا الطفل بكل حاجياته. اكيد. يعني اليوم حضرتك عم نحكي عن تجربه كثير مهمه، اليوم قرى الاطفال SOS والام البديله. لما بنقول الام البديله هي كلمه ما أنا سهله ابدا، مسؤوليه كثير كبيره. طبعا اوقات يمكن حتى بينك وبين نفسك بتسالي هل انا قادره اقوم او كون بهذا المطرح محل امه او عوضه عن امه. دائما واحد يقول كثير صعبه. مرت عليكي حالات حسيتي فيها او سمعتي من اطفال اللي عم تربيهم مثل اولادك انه لو كانت امي موجوده ما رح اكون مثل ما انت معي؟ سمعتي هذا الكلام وهذا الاطراء؟ طبعا هو انحط بظروف انه يكون بهالمكان، والله بعتني له لكون تعويض له بهالشيء هذا. فالحمد لله كنت يعني دائما الحافز له والدعم النفسي والمعنوي، اني احس فيه بكل لحظه حتى وانا بعيده عنه، كون موجوده له يعني بكل ما يتطلب من حاجيات معنويه مثلا لمساعدته. طيب ست عتاب، خلينا نحكي يمكن شو اللي تغير بحياتك او شو اللي اضاف على حياتك بعد ما صرتي مسؤوله عن هدول الاطفال ومتابعتهم. يمكن مفهوم الحياه اختلف، يمكن المسؤوليه تضاعفت، لكن القيم الانسانيه كمان اختلفت بطريقه او باخرى. طبعا عطاني حافز اكبر وقيمه للوجود ومعنى للانسانيه اكثر، يعني انك تكوني انت بهالدور معه. يعني طبعا هي المهمه مثل ما حكينا هي مهمه كثير كبيره. خلينا نحكي اليوم قديش في هيك يمكن قيم ومبادئ بهالحياه الام بتزرعها باولادها، قد انت حريصه على انه تكوني بادق تفاصيل حياتهم. طبعاً. دائما معهم وبتربيهم يمكن حتى على المبادئ من دون منازع، من دون توقف، شو ما كانت الظروف. طبعا اول شيء بدك تدعميه ليكون عنده ثقه بنفسه، يكون لبناء شخصيه متوازنه، يواجه المجتمع برا لما يطلع من عندك مثلا، يكون بهالقوه، يكون عنده قدره انه يوازن حياته يعني بين هالمكان ولما يخرج برا بعيد عنك. بتبدأ من كل التفاصيل اليومية، تعليمه، الاهتمام فيه، قراراته، أي شيء يعني بتشاركيه فيه وبتساعدي فيه.
طيب ست عتاب خلينا نحكي كيف بتقضي النهار معهم؟ اذا بنحكي يوم بالبيت بتقضيه مع الاطفال، ونحن عم نحكي عن اعمار مختلفه، فكمان هيك بتكون يمكن كمان المسؤوليه مضاعفه اليوم عليك. اكيد مثل اي بيت عادي، يعني مثلا بدراسه، بنشاط معين، بطبخه معينه مثلا بحبوا هن يشاركوا فيها، كل هاي الاشياء اللي بتعيشها اي ام مع اولادها، يعني بنتشارك سوا لنكون مع بعضنا ونعمل جو اسري. يعني اكيد هالشيء اخذ وقت وتطلب يعني حتى يندمجوا مع بعضهم او يتاقلموا مع بعضهم، لانه هن جايين من بيئات مختلفه، فانت بتحاولي بالمساعده بين بعض، بالتسامح بين بعض، مثلا بتقرب بيناتهم هالجو الاسري الدافي اللي بيكون موجود باي اسره ثانيه. اكيد كمان يعني مثل ما قلتي انه هن بيئات مختلفه واعمار مختلفه، دورك هون بهي المهمه، نحكي شوي عن مهمتك، كيف تزرعي الالفه بيناتهم تخليهم كلهم اسره واحده، عمودها هو الام اللي هي حضرتك. لا كل عمر اكيد له وقته، له بده وقت، مثلا الاكبر بتساعديه يتفهم الاصغر، يحن عليه، يساعده، يتقبله، مثلا الاصغر بنفس الطريقه، انه بالمساعده بين بعض، بالتسامح بين بعض، بتقربي هالشيء هذا، بتعملي هالجو، بتخلقيه مثل الاسره العاديه يعني، او تشاركيهم بنشاط موحد مع بعضهم، مثلا يتالفوا حتى يكونوا متفاهمين او هيك. بس قديش اخذ منك وقت ومجهود يعني؟ طبعا بالبدايه نحن عم نحكي عن اعمار مختلفه، بيئات مختلفه، اكيد يمكن في وقت طويل لحتى قدرتي توصلي لهي الحياة اللي اليوم عم تعيشوها ضمن بيت واحد، ومجهود كبير عليكي كأم. طبعا اكيد، لانه بالحب والاحتضان، باللهفه اتجاه اي شيء بيفكروا فيه، بتحسي فيه اللي بيفكروا هن باي شيء، انت بتحسي اتجاههم معهم فيه، بتحسي بوجعهم، بتكوني قريبه منهم، حتى لما بروح اجازتي مثلا بضل في تواصل بيني وبينهم، حتى يعرفوا انه انا موجوده، لو بعدت شوي انت ما حتكون لوحدك، سواء عندهم دراسه او فحوصات او كل هالتفاصيل هي يعني. أكيد. اليوم بين حياتك الأخرى خارج قرى الأطفال SOS وبين حياتك مع معاهم، قديه بيضل في هيك هاجس الأم اللي موجود بداخلك، مثل ما قلتي بتضلي عم بتتابعيهم، بين عطائك برا وعطائك بالداخل؟ بحس بالانتماء إلهم بصراحة، يعني صرت بحس بالانتماء إلهم، مثلا عيلتي يعني، خصوصياتي صاروا هنن، مشاريعنا وحدة، أفكاري هيك صرت أفهم أفكارهم شو بدهم أكثر، مثلا طباعهم تفاصيلهم اللي بيحبوها، مثلا بقدر كل واحد، بعطيه وقته يعني أكثر، مثلا كل واحد حسب عمره، حسب هلا الأم بتغنج ولد عن ولد، يعني في أم بتقلك بغنج الصغير، في أم بتقلك أنا حصتي الكبير، كم ولد بالبيت فينا نقول؟ وفي حدا هيك بتلاقيه مثلا إله حصة مثل الأم؟ هلا للصراحة هو هون بحاجة للتعويض الأكبر منك، ما تعيشيهم هالشي، تحسي بتوازني بين كل الأعمار وكل الأطفال سواء صبيان أو بنات، أما إذا بدك تعيشيهم هاي الحالة فأنت رجعتيهم لفقدان شيء معين، فبتحاولي انه ما يكون هذا الشيء موجود، بتتعاملي مع الكل بسويه. كم طفل موجود بالبيت؟ 8 تقريبا، 8 اطفال، 4 صبيان و4 بنات. الله يخلي لك اياهم، الله يسلمك يا رب. الله يخلي لك اياهم، يعني فينا نقول هالشيء مثل ما قلنا بالبدايه، يعني مو دائما الام بس هي اللي بتجيب الاولاد، هي كمان الام اللي بتربيهم، ام كثير اساسيه. في كثير ناس ممكن فقدوا امهاتهم، ممكن كانت احيانا العمه، احيانا الخاله، احيانا الاخت، فانت عم تكوني هذا الجزء من العيله اللي موجوده. واليوم اذا بدنا نحكي بقلب هي الظروف اللي نحن عايشين فيها، قد ايه بتحسي عندك هيك مسؤوليه مضاعفه بتربيه؟ طبعا في مسؤوليه مضاعفه اكثر من الام الحقيقيه، حتى يعني انك تكوني معاهم لتكون التعويض بهذا الفقدان اللي عندهم، يعني ما تتخيلي مرقوا بظروف هن اعمارهم صغيره، مثلا انت بدك تستوعبي قديش حجم الوجع كان كبير عليهم، فتحتضني اكثر وتحني اكثر، تكوني عاطفيه اكثر اتجاههم. طيب لكل الامهات يمكن اللي بدنا نقول لهم مره ثانيه بمناسبه عيد الام كل عام وهن بالف خير، شو بتحبي توجهي لهم
كلمه، لانه يمكن مثل ما قلنا ببدايه عشنا ظروف صعبه، ظروف استثنائيه، عشنا سنوات قاسيه في الحرب، والام قدرت تحافظ على صلابتها وقوتها، وقدرت تكون فعلا الام السوريه هي خير مثال للام اللي بتعطي من قلبها ضمن اي ظروف بتتحداها. بقول انه الصبر والتحمل هو نعمه من رب العالمين، انه تتحملي هالظروف اللي عم نمر فيها، ونحن بحاجتها اكثر هلا. وبتمنى اي انسان عنده قدره للعطاء والحب، وخاصه اتجاه اطفال، لتزرعي بسمه او امل عند اي طفل بحاجه لهالشيء، ما حدا يبخل بهالشيء ابدا، ليزرع السعاده، لانه العطاء بتكبر في قيمه الانسان. يعني ما يعني بختام فقرتنا لليوم مع حضرتك، بدنا نشكرك على وجودك معنا، ونقول لك الله يعطيك الصحة ويقويكي، لأنك أم لكل حدا يمكن فقد أمه، ولكن عم تعطيه الدفى والحنان جوا البيوت الموجودة بقرى الاس او اس. شكرا كثير لوجودك معنا، وكل سنة وأنت سالمة. وأنت سالمين، وشكرا لكم، وبشكر استضافتكم، وبدعي لكل الأمهات بالصبر. كل أم شهيد فقدت ابن، كل أم منتظرة ابنها يرجع، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن هدول الأطفال اللي نحن معاهم وهن تحت رعايتنا. بشكر الجمعية عطتنا هالفرصة أنه ندعم هدول الأطفال اللي هن بحاجة لكثير من الحب والعطاء، هن أكثر شيء، لأنه جيل المستقبل بهالبلد. إن شاء الله يعني نكون الدعم الدائم لهم. بشكر الإدارة الكريمة اللي دائما هي داعمة وواقفة معنا، مديرتنا المدام ويصال، استاذ عماد، اخصائياتنا دانيا شزل، الكادر المتعاون كلنا، لنكون دعم جنب هالولاد، امهات ومربيات جميعا. اكيد بوجه لهم تحيه كلياتهم، نقول لهم كل عام وهن بالف خير، ينعاد عليهم بالخير والصحه، لكل العاملين بقرى الاس او اس، لكل الامهات اللي مثل ما قلتي يمكن عندهم مجهود وشغل مضاعف اليوم. شكرا كثير لك. شكرا لكم.